عقد هذه الجلسات الوطنية للمجتمع المدني يعد تتويجا لمسار طويل صقلته التجربة، ومكن بلادنا من أن تعزز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها، وبموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بهيئة دستورية استشارية موضوعة لدى أعلى سلطة في البلاد هي المرصد الوطني للمجتمع المدني. هذا المكسب الهام لبلادنا يعد بمثابة لبنة أخرى لتجسيد تصور السيد رئيس الجمهورية لدور ومكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الذي جاء به، والتزامه ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة الوطن والمواطن. الالتزام رقم 8 من برنامج السيد رئيس الجمهورية.